بل لما نقول بالتصرف، تلاحظون أن في أبيات كتبت بالرمادي، مثلا هذه الأبيات إلى هنا إلى هنا، وفي نفس الوقت بين قوسين، هات ما كتب بين قوسين وكان فاتنا لونه، هذا ليس من عندي، يعني مقتبس من نظم آخر، أما ما تبقى فهو من عندي، يعني بالخط العادي، وخاصة لما يكون ممالا مثل هذه، فهذه بمثابة القاعدة، هذه الطريقة في نظم قواعد الهمس. قلت هنا عد الحروف للهجاء الذي اشتهر. سامح عندي الحاجة، سأرجع إن شاء الله. طيب قليل من الله. عد الحروف لما تخرج رجع الباب. عد الحروف للهجاء الذي اشتهر 29 وفي وذا فيه نظر، رأيت قلت فيه نظر، ضمت بآية حوت ذات العدد بآخر الفتح فراجعها تجد، يعني من أراد أن يجد حروف العربية في آية واحدة فعليه بآخر سورة الفتح، وهو قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين آمنوا معه إلى آخر الآية، فهذه الآية تضم الحروف العربية 28 حتى 29 إن أردت، فهذا من أراد أن يجمعها في آية واحدة. أولها الهمز ولكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت، رأيتم بألف مجازا به في الابتداء، وقد تخالف في غيره بدءا في غير بدء لاحقا ستعرف، يعني الهمزة قد ترسم على كما بينت لكم هنا، ترسم على ألف وعلى واو وعلى نبيلة إلى غير ذلك، وذال أن الهمزة هاي البيت التي أردت اللي كنت أشرحها، وذال أن الهمزة لا هجاء له والألف اللين قل لا حرف له، فالألف اللين ما ينشأ من إشباع فتحة كمن صافى أمن، يعني الألف من أين يأتي؟ هو إشباع الفتحة، من قرأ التجويد يعرف هذا، يعني تضاعفين الفتحة مرة أخرى مرتين فصارت ألفا، كذلك الضمة لما تنطقين بالحرف مضموم مرتين فكأنك نطقت بألف، حينئذ فالألف أو الواو أو الياء المديات هاتي نتيجة ماذا؟ تأتي نتيجة إشباع الحركة، فإن أشبعت الكسرة تولد المد بالياء، إن أشبعت الضمة تولد مد بالواو، وهكذا، وإن أشبعت الفتحة تولد مد بالألف. ملاحظات: ما كتب بالخط هذا كنت أقوله مأخوذ من نظم مفيد في التجويد للشيخ أحمد الطيبي طيب الله ثراه، ويجب على كل طالب حفظ هذه الحروف بالترتيب الهجائي لحاجته إليها كتسهيل وتسريع البحث في الألفاظ عند الرجوع إلى القواميس المرتبة في معظمها بذلك الترتيب. قلت في ترتيبها المطلوب منا أكيد احنا كلنا الآن يحفظ الحروف الهجائية على الأقل من ألف إلى ياء، صح ولا لا؟ صح، ترى مع بعض إيه؟ نعم. ألف باء تاء ثاء جيم زاي سين شين غين فاء كاف لام ميم نون ياء، هذه معروفة. طيب هذا بالنسبة للحروف الهجائية. طيب ليش المطلوب حفظها على الأقل؟ لأن القواميس عندنا في هذا الزمان، قبل كانت قواميس بتراتيب مختلفة يا جماعة. نعم، مثلا كتاب العين تسمعون به للفراهيدي أحمد بن خليل الفراهيدي، صاحب هو الذي ابتدع الشعر، هو نظر إلى ماذا لما رتب الحروف؟ إلى مخارجها، فبدأ بأقصاها إلى أن وصل إلى الشفتين، هذا ترتيبه، وبدأ بالعين باعتباره في اجتياله هو، العين هي أقصى حرف يصل إليه، يعني يخرج كتاب العين. نعم، هذا كتاب في القاموس، هو يعني منجد ليس إلا رتب الكلام بدءا بالعين، مش عارف آخر لكن سنراه بعد قليل. ليش العين؟ لأنه بدأ به، بدأ بالعين مثلما بدأ الآخرون بالألف. عميقة يعني. لأن مخرجها من الجوف، من الصدر، من أقصى الصدر. معروفة يا، حتى عندنا مخرجها عين وحاء مع بعض. أقصى الحلق. مو من الجوف. هي في القصبة، هو المقصود به العين. القصبة هذه الفاصلة ما بين الحلق إلى الرئتين، فهو في القصبة. مش هما فقط، في ستة أحرف.
في العين والهمزة والهاء ثم العين. هذا هذا حسب ترتيب جل العلماء بما فيها ابن الجزري، لكن صاحب العين هذا الفراهيدي رأى أن العين هي أقصى ما أقصى من أقصى الحروف التي هي يعني التي من جهة الرئتين. هذا اجتهاده هو، لذلك كتابه جاء اسمه العين لأنه بدأ بالحرف العيني. هذا الترتيب هو موجود لحد الآن، لو تروحوا مكتبة ماجير ستجدون هذا المنجد، هذا القاموس، ولكن صعب أنك تعثر على الحرف باعتبار لابد من حفظ ترتيب الحروف قبل أن تبحث على الكلمة. لذلك وصى العلماء بالحفظ الحروف الهجائية بالترتيب الذي كنا نعرف، لأن وقع عليه شبه إجماع هذا الترتيب من ألف، يقول لك من ألف إلى الياء. طيب، لكن هناك ترتيب ثالث وهو الترتيب الأبجدي. نعم، وهو الذي سنقف عنده لأن فيه أسرار. قلت هنا حينئذ عرفنا لماذا يجب علينا حفظ الحروف الهجائية ليتيسر لنا الرجوع عند أخذ كلمة شرح كلمة إلى أي قاموس، لأن القواميس 99.99% بل قولي 100% الآن في زماننا لا تجدين إلا القواميس التي هي مرتبة بالحروف الهجائية من ألف إلى الياء. حتى مثلا قاموس لسان العرب مثلا ابن منظور اللي هو أشهر القواميس وغيرها، الفيروز أبادي، كلها بالترتيب الهجائي. طيب نعم، بما أننا ندرس نحو ونطبقه على القرآن الكريم، لماذا الحروف ما نقولهمش بطريقة بحال مثلا ها را، ما نقولش راء هاء را ها منفوصة؟ لماذا أنت تقول بالهمزة يعني؟ لأن هناك حروف مكونة من اثنين باش كنعرفوا نقراو فواتح الصور، فهمتي علي ايش اسمعني لحظة دعيني حتى ارى اني هل فهمت سؤالك. يعني تريدين لماذا وجود الهمزة مثلا في تسمية الحروف؟ ها؟ انا ما عرفتش كيف سهل جدا. لا، ولكن في القرآن هناك حروف مقطعة بحال باء الراء ما سميتهاش راء، سميتها راء. هي هذا هو قصدي حتى انا. شوفي، الاصل في الحرف ان يسمى راء بدون همد، لكن نحن نعلم أن في حروف المد له أسباب. متى يمد المد؟ إذا وجد سبب، أليس كذلك؟ وهناك سببان عندنا في التجويد، إذا توفر واحد منهما وجب المد، حينئذ لا خلاف في ذلك. يعني احنا مددنا لوجود سبب، ما هو السبب يا جماعة؟ المد يعني إذا طال المد وجب علينا كتابة الهمزة والنطق بها كذلك. طيب، حاجة ثانية تقول لي ربما لماذا نطيله، لماذا نقول راء؟ حتى كذلك نفصل بين الحروف التي مدها لازم حرف مثقل والحروف التي لا تمد إلا بمد طبيعي. فكل ما ختم بالهمز فالهمز لا يحسب لأنه أوتي به للمد فقط، بينما الحروف الأخرى التي لا تنتهي مثل مثلا الكاف، هل انتهت بهمز؟ لا. لذلك كان مدها في الحروف المقطعة ثلاث ألفات. حينئذ فما كان هجاء ثلاث ألفات حتما سترين الحرف الثالث حرف صحيح، وما كان هجاء ثلاث أحرف لكن انتهى بالهمز فالهمزة لا عبرة له لأنه أتينا بها لأجل المد فقط، فهو في إعداد حرفين فقط كأنه بحرفين وما يتحسبش حرف هجائي. لا يحسب كما قلت لك، لا يحسب، كل ما ختم بالهمزة لا تحسب الهمزة، أتينا بها للمد فقط حتى لا يكون الحرف بحرفين، لا بد من ثلاث حرف تماشيا مع الأخرى. واضح هذا؟ نعم. وجود الهمزة حتى لا يحسب مد ولا عدم وجود، لا حتى يكون في مد، لا وجود الهمزة حتى تواكب بقية الحروف الأخرى، لأن كل متركبة لا تحط هجاء وتقطيع تتحرف حتى تكون مثل الحروف الأخرى، مثل مثلا الغين والعين، كل الحروف التي لا تنتهي بهمز. فغين كم حرف؟ حتى توافق بقية الحروف لابد من إضافة همزة، فالهمزة لا عبرة لها، هي كأنها حرف لهذا السبب الأكثر. لكن متى نجب أن نطيل المد؟ مد لازم حرفي، متى؟ إذا كان الحرف الثالث حرف صحيح. لذلك لاحظوا معي في من قرأ التجويد، نقص عسلكم
فالصاد والنون هذه نقص عسلكم حفظت هذه كلها نقص عسلكم لا تنتهي بهمز ابدا فتمد ثلاث ست حركات او ثلاث الفات لهذا السبب تقول بقيه الاحرف بقيه الاحرف لو اتى الله سبحانه وتعالى بكل كلها منها مقطعه في القران لكانت ثلاث الفات مثل الغين مثلا غين لكن ليست موجوده لكن هي في عداد لو اردنا ان نمد فتكون مد لازم حرف مثقل لماذا لانها لم تنتهي بهمز فقط لا اكثر ولا اقل هذا ان اردنا ان نجيب بهذه الطريقه نعم الغين لا تستطيع ان تمد لانها ما انا فاهم قلنا لو الله سبحانه وتعالى ذكرها في القران من ضمن في ضمن الحروف المقطعه لكانت الفها مد لازم حرفي لكانت مثل الكاف مثلا يعني واضح لو تمد استاذ ها ست حركات ثلاث الفات او لان كل الف حركتان واضح هذا في التجويد لا تحتاج الى اسئله حروف المقطعه كاف ها ولذلك ها ألف واحد رأيتي شوف هكا كاف ها يا عين صاد بس الها هي التي مددنا لها ألف واحد لماذا؟ لأنها انتهت بهمزة لأنها تعداد حرفين فقط لهذا السبب واضح إن شاء الله؟